إن شاء الله حالي سنة ويكون سنة خير ويبدأ الأحمر علينا يستعيد عقيدة شوية إن شاء الله. جهدنا راح ينصب على أنه كيف نحمي المحصول من الأسعار الحضارة الحرائف أو الهدر. اجتماعنا حتى نحدد النقاط المعوقات أولا قبل ما نشرح الإيجابيات. أي الساعة كيف تفطر عليها؟ ستطلع على العقار ما كله مثل بس طريق باطنية على الحقول بس طريق باطنية حتى ما الحقول مثل حتى يعني أسعني إذا أريد أروح أحسن مقابل حي العسكري أنا لازم الحاصدة ما تفوت مني أنا على طريق معويزة وتفتر. لا لا هذه وين هذا راح نفتح إحنا دا نبحث عن معجلة إطفاء لأن معجلة الإطفاء يختلف كثير عن ضمن حملة كلنا دفاع مدني من أجل حماية الرغيف الخبز العراقي أقامت مديرية دفاع مدني وشبكة العلاقات والإعلام مؤتمرها في قضاء التلكيف للبحث والاستعدادات لحملة الحصاد. تم المناقشة والتباحث حول أهم الاستعدادات وأهم المعوقات التي تعترض عملية الحصاد وتدليلها وإن شاء الله يكون موسم خير على الجميع. احنا صراحة احنا ركزنا أهم فقرة أهم الاستعدادات والواجبات الملقاة على عاتقنا وعلى عاتقهم من حرث أكتاف الطريق وتهيئة الحاصدات والجرارات ومراقبتها ومتابعتها عبث الأطفال أكتاف الطريق كل هاي الأمور اللي مسببات الحرائق في المزارع تلافيناها وإن شاء الله ووقفنا على أهم المشاكل اللي يحتاجوها من القائم مقام وإن شاء الله راح يكون كلها في طريق الحل. المختارين راح يجمع الفلاحين ويبدأ حملة التوعية والتأكيد على أصحاب الدراسات تكون دراساتهم جاهزة وحاضرة بالإضافة لتهيئة مقطورات المياه والجرارات لحرث أكتاف الطريق. تم التطرق إلى عملية الحصاد وقرب موعد حصاد محصول الحنطة والشعير وكان أهمية اللقاء تكمل في منع حدوث أي لا قدر أي حريق واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية المسبقة لعملية الحصاد منها توفير الحاصدات وصيانة الحاصدات بالإضافة إلى توفير سيارات الإطفاء تكون متواجدة أثناء عملية الحصاد كذلك تبليغ المختاري القضاء بأهمية متابعة عملية الحصاد في اتباعا منطقة منطقة. اليوم اجتمعنا قائم مقامية الكيف لتحضيرات الموسم الزراعي وبحضور عقيد فارس أبو الأمن أبو الشيس أطفائية ومدير مشروع ماء مجاري ومدير البلدية ومدير شعب الزراعة وأستاذ باسم قائم مقامية ونحضرنا ويا مخاتير المناطق كلها والفلاحين للتحضير الموسم الحصادي من لا سمح الله الحريق أي شغلات وإن شاء الله هذه السنة تكون خير للجميع إن شاء الله. مختار إحنا نحضر يعني حضرنا سكة منطقتنا إحنا تلسقف حضرنا التناكر التركترات أي شغلة لا سمح الله حريق شيء حضرنا كل شيء وأي شيء اتصال راح يصير بين الفلاح واللجنة الأمنية لجنة الإطفاء وإن شاء الله خير الجميع. اليوم كان عندنا لقاء ويا سيد القائم مقام واستاذ الاساتذة مدير اطفاء تلكيف وحول الخطة الزراعية مال تلكيف والمناطق المجاورة لها على مود الخطة يعني اطفاء الاقاف ابتداء يعني تبدا الخطة الزراعية وتبدا الحصاد وكيف عملية اطفاء الحريق. دورنا احنا مختارين ان شاء الله نكون لتوعية ونكون نحث الناس على عمل جراراتهم الزراعية وعمل المقطورات تحضيرها لكي يكونوا مستعدين لحالة أي حريق لأي طارئ. أهمية الاجتماع اليوم كان مع القادة الأمنيين والدفاع المدني وسيادة القائم مقام. أهمية الاجتماع كان تسهيل الأمور وتأمين الحمل للحصاد ومنها فتح الطرق وعملية تسهيل تسويق الحنطة والمشتقات اللي خلينا نقول مشتقات النفطية انه يوفروا لنا اياها باسرع وقت قبل حملة الحصاد. والله المعوقات تكون في تسويق فقط في التسويق يكون يفضل لو كان مثل قبل يعني خلينا نقول قبل ما بعد 2003 انه يكون السائلوات مفتوحة على مدار 24 ساعة.